استعداد لعد التنازل. فتحت البوابات على بركة الله في أولى الأشواط. إنتاج السعودية عمر 3 إلى 4 سنوات الجادة التي لم تربح شرحبيلة تتزعم الطليعة إلى المركز الأول، وصوت الريح يأتي في المرتبة الثانية بينما راتب ثالثا. وكذلك أشاهد الآن في هذه اللحظات 7 الصحراء في المرتبة الخامسة، مع أيضا ودز يأتي في المرتبة السادسة، وأيضا في المركز السابع زين النبا. لا تزال شرحبيلة تتزعم الطليعة إلى المركز الأول، ولكن صوت الريح قادمة تأتي مع يوسف حصين إلى المرتبة الثانية، وحضرموت أيضا قادمة، مع أيضا نشاهد في هذه الأثناء وبل الثريا من نسل فحل الأحرار تتقدم إلى المرتبة الرابعة. شرحبيلة الفرس الرابعة، هل تواصل الصدارة مع أيضا الخيال عادل أفريدي؟ شرحبيلة بقوة إلى المركز الأول بشعار منيف عبد الله منيف، ما شاء الله تبارك الله، توسع الفارق. شرحبيلة على خط النهاية وبل الثريا ثانيا، وصوت الريح أتت في المرتبة الثالثة.